كما يعني أتوجه بالشكر إلى ثلة طلاب هذه الجامعة من كلية الشريعة ومن غيرها على احتفائهم واهتمامهم بهذا الموضوع الشيق الشائك في مثل هذه الأوقات التي تبلبلت فيها المرجعية على نحو أصبح يتساءل المسلم أين نعيش في ظل هذا الكون المعولم ضمن ثقافة وافدة وغازية. لا شك أن الموضوع ذو شجون، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أخوض غماره وأن يوفقني فيما اطلعت به وفيما كلفت به. بداية، الفكر الغربي من ناحيته الفلسفية هو مترنح بين الجبرية وفوضوية الانفلات التي يسميها الحرية، بمعنى أن الرؤية الفلسفية للعالم الغربي ليست هي الحرية تماما وليست هي الجبرية تماما، هي واقعة بين هذين المتناقضين، بين جبرية أوغست كونت وبين فوضوية بول سارتر. جان بول سارتر هو زعيم الفلسفة الوجودية، فهو متناقض تناقضات شديدة، وأحببت أن أقف على هذه التناقضات لأبين أثر هذه التناقضات في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السلوك الإنساني، بمعنى أننا لا نقف أمام حرية مطلقة ولا نقف أمام اختيار، بل نقف أحيانا أمام جبرية واضحة. الحقيقة بالنسبة للرؤية العامة للكون، الرؤية الجبرية، إنه الجبرية تعني أن الإنسان فاق للاختيار. بالنسبة للحرية غامضة، بمعنى أنها ليس لها حدود، وهناك من أبى تعريفها نظرا لأن تعريفها تقييد لها، فأبى التعريف، وأحيانا يعبر عنها بتعبيرات ساذجة بسيطة. تبدأ حريتك عندما تنتهي، أو تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، والسؤال متى تبدأ حرية الآخرين حتى تنتهي حريتي، هذا يتوقف على ذاك وذاك يتوقف على هذا، ننتهي في النهاية إلى حالة من الاضطراب المعرفي نتيجة هذه القواعد التي ليست بقواعد أصلا، وإنما وضعت من باب الكلمات الجميلة الخالية من المضمون. بالنسبة لمشتق الحرية، ورد في كتاب الله عز وجل على لسان امرأة عمران: إني نذرت لك ما في بطني محررا، وقد جاءت في سياق تحرير الإنسان من النوازل الحرية ومن الشرك ليكون حرا خالصا لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للجبرية في الفكر الغربي هي مستمدة من حتمية القوانين الطبيعية، فلما نظروا إلى قوانين الطبيعة فرأوها قوانين جازمة وصارمة، فتوهموا أن السلوك الإنساني كذلك، وبناء عليه قاموا بإخضاع الفكر والسلوك الإنساني لجبرية الكون، وأن هذا السلوك هو نابع من الواقع، وأن الإنسان ابن بيئته. فلذلك كان لحتمية القوانين أثر كبير جدا في حياة الإنسان الغربي، وأصبح التفسير لسلوك الإنسان ينطلق من تحليل الأنزيمات وتحليل الهرمونات، وبمعنى آخر ستصاغ فيما بعد حقوق الإنسان بناء على هذه الجبرية، بمعنى أن ما يمكن أن يتوهم أنه حقوق وحريات هو في النتاج هو نتاج قوانين جبرية، سأوضح أمثلة عليها. بالنسبة لعرض هذا الواقع الديني أيضا يقوم على تقديس المنفعة ونسبية الأخلاق والقيم، وإخضاع الفكر الإنساني في تقييمه وأخلاقه إلى كتلة من المنافع الاقتصادية. الآن على جبرية هذه القوانين الطبيعية التي تم نقلها إلى السلوك الإنساني. أولاً، الله سبحانه وتعالى أبطل تأثير البيئة، بمعنى أنكم أيها الناس لا يجوز لكم أن تحتجوا بالبيئة وتقولوا إننا فقدنا الاختيار، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن القرآن الكريم انتزع الإنسان من تأثيرات البيئة وأثبت له الاختيار، ولكن الجبرية الأوروبية الغربية تزعم أن السلوك الإنساني هو سلوك جبري، ومع الأسف فيما بعد سيتناقض مع القانون، بمعنى هو جبري ومحاسب على الجبرية. من الأمثلة التي تم يعني إنتاجها في ضوء هذه الجبرية مقولة شح الموارد في العالم الاقتصادي، بمعنى أن الموارد غير كافية، نحن نقول إنها نادرة ولكنها كافية، بمعنى أنك لا تجد الذهب في الشارع لكنها نادرة وتوصف بالندرة لكنها كافية، ويزعمون أنها مرتبة عشوائيا لأنهم لا يؤمنون بوجود إله عليم حكيم قام بتوزيع هذه الثروات توزيعا عادلا. معنى شح الموارد هو إيهام الإنسانية بأن الأزمات الاقتصادية ستبقى متلاحقة، وأن شح هذه الموارد يعني أننا لسنا قادرين على حل المشكلة الاقتصادية. فما رأيتموه من أزمات اقتصادية فهذه لا تختلف عن الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين، وهذا كله هو في خدمة استئثار القوة بالمال ورأس المال وما إلى ذلك، وهو إعادة تبرير لاختلالات الإدارة، وأن الإدارة لا تسألها عن المشكلات لأن هذه المشكلات أصبحت فوق الاختيار. كذلك ما يمكن أن يقال في موضوع ظاهرة الفقر، فينظر الفكر الغربي إلى ظاهرة الفقر على أنها ظاهرة طبيعية لا يمكن إزالتها وستبقى دائما، وهذا مثالهم ليس مختلفا عن الذين قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فهم يبررون عدم إسعاف الإنسانية برؤوس الأموال الفائضة في مواقع الفائض ولا يوجهونها إلى مواطن المجاعة، ذلك لأنهم يعتقدون أن هذا الفقر هو نتاج حالة طبيعية لا يمكن أن تزال. وفي النهاية هي مقولة ليست بالجديدة، إنما هي مقولة قديمة جديدة وليست من الحداثة في شيء، وقد سبقهم في أن الفكر اللاديني يقوم على الأحكام المقدسة، فلذلك لا يوجد لقداسة أي علاقة أبدا في الفكر اللاديني، فيتم التفسير في الحقوق للحقوق بين أفراد الأسرة على أساس اقتصادي. فلذلك حتى لو أن نصيب المرأة في بعض الحالات هو أكثر من نصيب الرجل أيضا هذا مرفوض، حتى لو حق للمرأة النفقة وحق لها كذلك يعني بقية الحقوق كالمهر أيضا هذا مرفوض. لماذا؟ لأنه المبدأ الفلسفي الذي ينطلق منه الفكر اللاديني هو مبدأ الجبرية تماما والحقوق الأنانية، ويتعامل مع الإنسان على أنه كائن جبري، ولابد أن ينظر إلى الأسرة كوحدة اقتصادية ولا ينظر إليها كما نظر أنها نفس تعيش مع نفس، وأن العلاقة بين البنوة والأبوة علاقة تقوم على البر والإحسان وليس على الاقتصاد. فلذلك تم إعادة تفسير المساواة في الميراث أو المساواة في الحقوق بين الزوجين بناء على الأنانية الاقتصادية، وأن الأسرة هي عبارة عن شركة مصغرة يتقاسم فيها الشركاء المال بصرف النظر عن الجنس، بصرف النظر عن أي معطيات لها قيمة أخرى. فلذلك نجد أن هذه المساواة فيها شطط وظلم للرجل والمرأة معا وللطفل في علاقته به، بل ربما يعني يجيز لنفسه أن يثبت الولد من غير زواج للأب ويسميه البنوة البيولوجية، لأنه لا يرى فرقا بين أي رابطة عظيمة مقدسة بين الرجل والمرأة وبين يعني الأولاد، إنما هو ينظر إليهم على أنهم كائنات بيولوجية وكائنات اقتصادية خاضعة للجنس وخاضعة لعوامل الاقتصاد. لذلك عندما نفسر الطروح في الفكر اللاديني التي تقابل بها يعني مع الأسف العقيدة الإسلامية، لابد أن نلتفت إلى كليات الفكر اللاديني قبل أن نلتفت إلى الجزئيات فنغرق في الجزئيات فيما يتعلق بالميراث، بينما نحن في الواقع والحقيقة لسنا أمام جزئي منفصل عن كليات كبرى كبيرة جدا، وعلينا أن يعني نقذف بالكل الحق للإسلام على الكل الباطل
وهو بيولوجية الإنسان وأنه كائن أناني اقتصادي جنسي ومجرد عن كل ما له علاقة بالسماء والقيم، وأنه مصمم ليكون حثالة من الكيمياء والبيولوجيا بعد موته ولا قيمة له، بينما نرى أن هذا الإنسان بدأت حقوقه يعني منذ بدء الخلق الأول، وعندما أعلن الله تعالى في السماوات في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا هو الإعلان الأول لحقوق هذا الإنسان، ومرورا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومرورا بخطبة الوداع في حجته عليه الصلاة والسلام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليست حقوق الإنسان من بضاعة هؤلاء، إنما هي بضاعة طارئة وتخضع الإنسان تماما للكيمياء، والإنسان ليس مخلوقا كيماويا. أيضا فيما يتعلق بهذا الخلل الكبير والهائل في منتجة وتصميم حقوق الإنسان، مثلا الفوضى الجنسية، يعني في موقع يعني للصحة، منظمة الصحة العالمية، حتى نعلم خطورة هذا الفكر على البشرية، بلغ عدد المصابين بمرض الإيدز فقط كمرض جنسي حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية لسنة 2015 للميلاد، بلغوا نحو من 30 مليون من الناس. ماذا لو قتلهم أحدهم في حرب، أو 10 في حرب، أو 20؟ لذلك هذا نموذج القتل بالفكر ناهيك عن الانهيارات الاجتماعية، وأن الإنسان أصبح يولد في ملجأ ويربى ويسمن دون والدين. ما ضرر هذا الفكر على الإنسانية؟ لذلك هذه الفوضى إنما هي ناشئة من وجودية سارتر، وهي ناشئة أيضا من الجبرية التي فسرت سلوك الإنسان بالأنزيمات والهرمونات الزائدة. ولذلك أصبح في أوروبا في فترة ما يفسرون الجريمة على ضوء شكل الجمجمة للإنسان وشكل الحاجب وطبيعة الوجه، بمعنى أن الإنسان يولد مجرما. والله تعالى يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي النبوي: خلقت عبادي حنفاء فاجتلاتهم الشياطين، بمعنى أنهم خلقوا أسوياء، وأن فساد السلوك ليس موجودا في الجينات. لذلك يعني هذه الفوضى الجنسية ليست حداثة أبدا، فهي فوضى قوم لوط عندما جاءوا يعني إلى نبي الله لوط وقالوا له: وإنك لتعلم ما نريد، عندما قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أين هي الحداثة؟ أنت لا تتحدث عن حداثة، إنما هي خردوات فكرية قديمة تم تسويقها على أنها حداثة، وتم تسويقها على أنها شيء جديد. بالعكس، ما من شيء من هذا الجديد إلا وله سابق في التاريخ، وقد بيّنه الله تعالى للناس أن هذه ليست بضاعة جديدة، إنما هي خردوات ثقافية لا قيمة لها في عالم الجدة ولا قيمة لها في عالم الحداثة. لذلك جبرية القوانين نفاها القرآن كذلك عن الخلق في قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني الرغد في العيش والفقر ليست ظواهر تأتي وحدها، إنما هناك من يدبرها وهو الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إنكار أن يكون لله نصيب في خلقه وأن الله تعالى هو الخالق، حتى أنهم رفضوا أن يكون الله تعالى شريكا. يعني إذا كان العرب في الجاهلية قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى فاتخذوهم وسيلة إلى الله، لكن الفكر اللاديني والفكر الوجودي لا يقبل أن يكون الله شريكا، كما فعل العرب في الجاهلية إذ جعلوا لله شركاء، وبالتالي هم متمردون تمردا شاملا. لذلك نحن عندما ننظر إلى مجموع العقيدة الإسلامية، مجموع الشريعة الإسلامية، نلحظ العدالة في هذا. فموضوع المناقشة في الميراث هنا ثلثان وهناك نصف هي قضايا جزئية لا تتضح وضوحا كاملا إلا إذا وضعنا النموذج العقدي الشامل في العلاقة بين الإنسان وربه وبين الرجل والمرأة، وكذلك جئنا إلى النظام المالي بشكل متكامل، بمعنى أننا نضع كتلة حقوق وواجبات المرأة مع كتلة حقوق وواجبات الرجل، فلا يمكن أن ننظر إلى قضية الميراث بمعزل
عن النظام المالي الشامل وأيضا النظام العقدي الكامل. لذلك لا نريد أن نغرق في الجزئيات في طروحاتنا العلمية. لذلك نلاحظ أن العدالة واضحة في الكليات، وإذا اتضح الكلي مع الكلي أصبح واضحا. هذا بخصوص ما الجبرية. أما إذا نظرنا إلى ما يتعلق بالمنفعة وهي مهيمنة جدا على الفكر اللاديني، اللي هي أن هذه المنفعة هي التي تعيد صياغة السياسة والاقتصاد. فلذلك نجد أن المنفعة هي سر من أسرار السياسة وسر من أسرار الاقتصاد. فترى حروبا وكوارث تحصد شعوبا لا تعرف لماذا أقيمت هذه الحروب إلا بعد أن يفرج عن أسرار هذه الحروب بعد 50 عاما وبعد 100 عام. فلم يعد يختلف السر المقدس عند رجال الدين في التاريخ السابق عن سر المنفعة المقدسة عند رجال اللادين في هذه الأيام. فأنت ترى يعني موتا زؤاما في كل مكان للأبرياء، ولكنك لا تستطيع أن تجد تفسيرا بسبب ذلك الغموض. فكما كان غارقا العالم سابقا في الحروب المقدسة والسر المقدس، أصبح الآن العالم غارقا في لجان التحقيق وفي التفاؤل الحذر والغموض البناء، ولا ترى حقيقة تكاد تمسك بها من نشرات الأخبار ولا من التحليلات الإخبارية. فالمحلل الاستراتيجي يأتيك بالأمس أو اليوم ليقول لك سيحدث غدا كذا وكذا، ثم يأتيك غدا ليبين لك لماذا لم يحدث ما قال له لك بالأمس، وعلى هذا وحلل، وهكذا دواليك، إلى أن أصبحت البشرية تخوض غمار حرب عمياء وخمار يعني غمار وجود فضفاض لا تحديد له لا معالم. وهنا يعني مع الأسف الشديد كان بسبب النكول والعناد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها هي البيان الشافي، استطاع الاقتصاد ورأس المال أن يصوغ مفهوم الفساد بما يتناسب مع مصلحة المنفعة، بمعنى أنه لا يدرج الربا ضمن مفهوم الفساد المالي، ولا يدرج المقامرات في الأسواق المالية التي تطيح بأموال الناس لا يدرجها ضمن الفساد المالي، مع أنه غارق في تصدير هذا النوع من الفساد للعالم، تصدير الديون. وأصبحت الشعوب تعاني من رق الديون، بمعنى أن هذه الشعوب تستدين أموالا لا تقبضها وتزرع القطن ولا تلبسه، ويعني يستخرج من أرضها الماس ولا تتحلى به. وعليه أصبحت الهيمنة التي هي هيمنة المنفعة المقدسة هي الحاكمة وهي المتنفذة في العالم. لذلك لو جئنا إلى وضع الربا ضمن تقرير الفساد، ستجد أن الذين صدروا الفساد بالعالم هم أصحاب رأس المال وليس الفقراء الذين استرقوا الشعوب التي أصبحت تركض الليل والنهار لخدمة الدين لأداء القسط مع الفائدة التي تترتب على الدين. ثم التدخل كذلك في حياة الشعوب ثقافيا، بمعنى إذا أردت قرضا فعليك أن تفعل في التعليم كذا وكذا، وعليك أن تفعل في علاقة الرجل والمرأة كذا وكذا، وعليك أن تغير في القوانين، هذا فضلا عن الشروط الاقتصادية الأخرى. بمعنى أصبحت الديون مصحوبة بشروط ثقافية، وبعد ذلك يقول لك الآخر ونحن والآخر، ولكن في الحقيقة يطرح الآخر، وهذا الطرح نحن والآخر هو لإلغاء الآخر وأن يذوب هذا الآخر فيه وفي ثقافته وفي عولمته. لذلك يجب أن يعاد مفهوم الفساد كما قلت. طيب، موضوع آخر وهو أنه إذا لاحظت أن الدول التي هي يعني الدول النامية تهلل دائما الاستثمار الأجنبي وتطلب الاستثمار الأجنبي وتفضل، وعندما يدخل الاستثمار الأجنبي تجد أنها تبكي من الاستثمار الأجنبي وأنه يستنزف مواردها ويعني يأخذ منها الجمل ثم يطعمها مرقه، وبعد ذلك إذا يعني ولى الاستثمار الأجنبي بكوا عليه بكاء مرا، يعني إذا حضر بكوا وإذا ذهب بكوا وإذا قام بكوا. ولذلك أصبح خشوع دائم أمام هذه المنفعة مع الأسف الشديد. لسان حالهم كما قال أحدهم، قال منك الدقيق ومني النار أوقدها، الماء مني ومنك السم والعسل، يعني وما قدم شيئا وأخذ مواردك كلها. طبعا الموضوع هو الهيمنة
الاقتصادية، ربما أذهب إلى يعني الإسلام وكيف يمكن أن يحرر بعقيدة القضاء والقدر. سأقتصر على بعض النقاط. عقيدة القضاء والقدر تتضمن في ثناياها حرية عظمى، وهي أولا إثبات الاختيار للإنسان، وليس كما يزعم الفكر اللاديني في جبريته، وليست كما يزعم الفكر اللاديني في تحلله وانفلاته ويعني انقياده نحو الشهوة المحرمة كيفما كان. فلذلك الإسلام أقام وجود الإنسان على مسؤولية الاختيار. فعلى سبيل المثال، لو جئنا إلى موضوع الحوادث والنكبات، فنحن نؤمن بأنها قدر من الله باعتبار علم الله السابق بها، وباعتبار أن الله خالق لها، لكن باعتبار كسب الإنسان فإنها فعل للإنسان يستحق عليه العقوبة. وبالتالي نحن نقول في مسائل الفساد، في مسائل التقصير في الأعمال، نقول لا يوجد هناك عفو عن المقصرين، ولا عفو عن الفاسدين، ولا عفو عنهم بحجة أن هذا قدر من الله تعالى، لأن القدر من حيث هو سبق علم الله وخلق الله لأفعال العباد. أما من حيث الكسب فالإنسان مسؤول عن كسبه وهو مجازا في الدنيا والآخرة. فهذا يعني أن إيماننا بالله عز وجل وثقتنا بالله كبيرة، ولا يمكن لنفس تؤمن بهذا الإيمان أن يدخلها الإحباط أبدا. موضوع آخر، موضوع التوكل. نلاحظ أن الأرض أقحم جبرية القوانين وفسر بها السلوك الإنساني. عقيدة التوكل لا تلغي الأسباب، إنما عقيدة التوكل تنزع الثقة من الأسباب وتحرر الإنسان من الأسباب مع أنه يعيش في الأسباب. ولذلك العقيدة الإسلامية لا تجعل الإنسان ريشة وسنا في دولاب في موضوع الأسباب. لذلك نجد أن العقيدة الإسلامية في التوكل هي تحرره من القوانين في قلبه، لكنه في دنياه يتعامل معها، وهذا يعني جزء من عقيدة المسلمين. مما وقع في الفكر الفلسفي المادي اللي هو نظرية مالتوس في المجاعة، وهي أن المجاعات مقبلة على البشرية، لأن تكاثر الطعام ليس كتكاثر البشر، بل تكاثر البشر أكثر. ومن هنا بدأ تسويغ الحرب والمجاعات والكوارث الطبيعية كأسلوب لحل مشكلات الإنسانية. وانظروا إلى هذا المنطق الذي هو أسوأ من وأد البنات ووأد الأولاد في الجاهلية، أنهم يريدون أن يميتوا الشعوب بأكملها من أجل وفرة الطعام ومن أجل وفرة الشراب. القضية الأخرى هو السؤال، ما الفرق بين المصلحة الشرعية وبين المنفعة الدنيوية؟ هذا سؤال ربما يعني يلح علينا بهذه الجلسة، أن المنفعة الدنيوية منحازة، سنجدها منحازة إلى جهة معينة، إلى رأس المال، إلى القوة، إلى النفوذ. بينما المصلحة الشرعية سنجدها عامة، بمعنى يستفيد منها الجميع. المصلحة الشرعية ممتدة في زمانها، فهي مصلحة في الدنيا تمتد آثارها إلى الآخرة، ولا يوجد منفعة مؤقتة. لذلك سنجد أن المصالح الشرعية دائما ممتدة. الأمر الآخر أن المصلحة الشرعية لا تتعارض مع النص، فلا يوجد مصلحة مقابل النص، إنما هي محمولة عليه. والدين هو النص مدلولا ومعقولا وتنزيلا، لا يخرج الدين عن هذه الثلاثة، إما مدلول لفظي بدلالاته المختلفة، وإما معقوله وهو القياس والمآل والمقصد، وإما تنزيله في الواقع، لا يخرج الدين عن هذه الثلاثة. لذلك المصلحة والمآل والمقصد في الشريعة محمل على النص، ومن توهم أن المصلحة تعارض النص فإنما هي تلك هي المنفعة المقدسة في الفكر اللاديني، فإن المصلحة الشرعية لا تتعارض مع النص، أنها يعني معقولة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ربما هناك بعض النقاط قد تجاوزتها رغبة في الاختصار. أشكركم جميعا على حسن إصغائكم واستماعكم، وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. أشكر الأستاذ الدكتور وليد الشاويش، عميد كلية الفقه المالكي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، على هذه المعلومات الثرة ذات الفائدة الجمة، والتي ركز فيها على أن غموض الحرية في تعريف
الحرية وأنه لا حد لها والتعريف إنما هو تقييد لها، وتحدث عن جبرية القوانين وجبرية السلوك الإنساني، ثم عرج في حديثه وتناول مسألة الحرية الاقتصادية، ثم ختم فيما يتعلق بمسألة عقيدة القضاء والقدر ومسؤولية